قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يدرس الإسلام أي ينمحل، قال يدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب حتى لا يدرى ما صيام ولا صلاة ولا نسك ولا صدقة، ولا يسرى على كتاب الله عز وجل في ليلة فلا يبقى في الأرض منه آية. هذا من علامات الساعة والعياذ بالله. قال وتبقى طوائف من الناس، الشيخ الكبير والعجوز، يقولون أدركنا آباءنا على هذه الكلمة لا إله إلا الله فنحن نقولها، ما يعرفون صلاة ولا صيام ولا صدقة ولا حج ولا شيء من العبادة، بس يقولون لا إله إلا الله. سيأتي هذا الزمان. فقال صلة راوي الحديث عن حذيفة قال ما تغني عنهم لا إله إلا الله، إذا ما في صلاة ولا صيام ولا حج ولا شو ما تغني عنهم لا إله إلا الله، وهم لا يدرون ما صلاة ولا صيام ولا نسك ولا صدقة. فأعرض عن حذيفة ما رد عليه، ثم ردها عليه ما رد عليه، ثم ردها عليه مثل أبي ذر مع النبي صلى الله عليه وسلم. فقال له حذيفة في الثالثة يا صلة تنجيهم من النار، تنجيهم من النار، أي هذه الكلمة الطيبة.